هي درت اخطاء في هذيك لا بيريود، مي ما درتش بزاف الاخطاء. كنت دابا راه عندي قناه يوتيوب كندير لكم روتين اليومي، ماشي كنخدم مع لي بومبيوس، كنخدم على الفيناسيون. عمر ابتسام او 12 84 65، شي حاجه بحال هكا. ما عقلتش بالضبط، ما تعملهاش بزاف. وي المغرب ديما اي مو مونك، مي سافي 3 زون ما مشيتش للمغرب، وانا هي المغرب والمغرب هو انا. هي حاليا دوبي مارس العام اللي فات، وانا كنشتغل في سونتر دو فاكسيناسيون مع لي بومبيي في لا سارت، فواحد المدينه سميتها لو مون. سي ان اوتر موند، واحد لو موند عامر بلي ميدسان، لي زانفيرميير، اصحاب جداد وحياه جديده وديمو جداد في الفرونسي. انا كيف نقدر نكون سعيده في ان ايطوال كلاس، كيف ما نقدر نكون فرحانه بواحد طاجين ديال البيض ومطيشه فواحد الحصيره، سي لا ميم شوز. شوية عنصرية مع العرب ومع لي نواغ، لأنه دائما كتلقى الأدوار اللي كيتعطاو لي زغاب ولي نواغ كيكونوا شوية عنصريين. نو، بالعكس بالعكس، ولكن خصني شوية ديال الوقت باش نديفلوبي لا لونغ فرونسيز، لأنني في الجيت ما كنتش كنهضر مزيان فرنسية، وميمكنش ليا ناخد أدوار مهمة في السينما الفرنسية وأنا ما كنهضرش فرنسية، ميمكنش يكذبوا على راسنا. يمكن عارف شنو هو دور صغير او دور كبير، انا كي عندي هو ممثل كبير او ممثل صغير. جو بريفير نختار مزيان المخرج مع من كنخدم، ونختار مزيان الادوار ديالي، واخا ناخذ شويه ديال الوقت. وكاع الادوار اللي فيها شي حاجه ديال الجرأه او الاغراء ما كنقبلهاش، ماشي حنت عيط، ولكن نهار نبغي ندير الاغراء او نبغي ندير فيلم فيه الجرأه، خص ضروري السيناريو يكون ثقيل ويكون جوستيفي علاش غندير هكاك. كونتخيغ، لانه انا باش كنت في المغرب كان عندي توجه اخر، وكنت كنفكر في افلام الاغراء وفي السينما الجديده في المغرب بتو. وانا كنت اول ممثله جريئه في المغرب اللي حتى في لي تيلي فيلم لبس دي روب قصارين هزي دي كارو، ماشي غير في السينما. يعني انا دائما انا اللي جبت الموجه الاولى ديال الشجاعه وديال الجراه وديال كسر الطابوات. بالنسبه لي هنايا في فرنسا باش نوصل داكشي اللي كنت بغيت في المغرب، اكتشفت انه سيتي نابورت كوا، سيتي با سا دي تو. استغليت واستغلوا البنات اللي كانوا معايا، لدرجه انه خلانا نصوروا شي حوايج، وهو كيقول ان كل الحوايج بور لو بيان دو فيلم باش نكونوا مزيانين وما نعرف شنو. هذا تصدق في الاخر مخرج لي غوش. ومن بعد فاش وقع المشكل وداك الشيء كله، كان كيسكتني بانه غادي يجي باش كل اللي دارها وغادي يتحاسب وغادي ناخذ تعويض وما نعرف شي. وعام كيجر مور عام، عام كيجر مور عام، حتى ما بقاش كيهضر معايا اصلا. يعني كنت استلخاوي خاوي وعلى دار صداع بزاف، ما كنتش مهيئه فريمون الكار لي تابي روج داكشي كامل، ما كنتش مهيئه بحال هزيت واحد بنادم بدويه في باريس من الحماره للطياره. هي درت اخطاء في هذيك لا بيريود، مي ما درتش بزاف الاخطاء. كنت دابا راه عندي قناه يوتيوب كندير لكم روتين اليومي، ماشي كنخدم مع لي بومبيوس، كنخدم على الفيناسيون. ما بتاتا كنت ندمت على موتشلود، ما غاديش نكون كنهضر بعد الاريحيه دابا. بالعكس موتشلود فعلا دار لي حوايج خايبين في حياتي، ولكن غاز لدوك الحوايج الخايبين جاو بزاف ديال الحوايج زوينين، وانا سعيده بالحياه ديالي الجديده وبالمحيط ديالي الجديد. يعني دائما المعاناه هي اللي كتخرج لك شي حاجه زوينه. ما عندي علاقة مع حتى شي واحد فعلا. هذيك لبنى ديالت المغرب قبل ما نموت، الله يرحمها، راه ماتت انا ابي دار انسانة اخرى. ما بين صحابي راني لولو، في خدمتي راني مدام ابي دار. فعلا قتلنا لبنى ودفنت لبنى، ومرة مرة كنمشي للسيمتيغ القبير ديالي صغيور درنا في واحد السيمتيغ، كنمشي كنهضر مع لبنى، وفعلا قتلنا لبنى. سيتي واحد لو ترافاي انكرويابل مع واحد لو كوتش سويس، وانا غيبي في الاخر باش نقتلوها ودفناها مع موتشلوغ، مع المغرب، مع لو باسي، مع كل شيء مشى.
دوك لي موناس دو مور ديك الهضره، كل واحد بغى يقول شي حاجه يجيبوا لها. هذيك اللي جالس مور واحد لي كرون كيقول لي راجل قتلي تستاهلي، القاتل تستاهلي الذبح، نوض ياخد غير واحد الدوش بعدا ويصلي هو جوج ركعات ويتنفس ويعرف شنو بغى بينه وبين راسو يعني. وكان شي حاجه غتوقع قراني مد الف خطره، لانه يوميا اي ستاتيو من موراه كاين الشتم والقذف في التنمر، وبيان سور التهديد بالقتل، التهديد باغتصاب بنتي، التهديد بزاف ديال الحوايج. وشكون قال لك انا ما عنديش اصلا؟ لا ما كنبغيش نهضر على هادشي، وانا جو كخوا الناس راه عارفين ما جيتش بطريقه غير شرعيه، وماشي درت زعما ما درتش اللجوء السياسي، ما جيت هنا تعطوني البابي باش كملت السوايع ديالي والخدمه ديالي. راه فرنسا بلاد القانون، محتاج تدفع ولا دير شي حوايج باش توصل شي حوايج. الحب ضروري، انا ما عنديش الحب حاليا في حياتي من ناحيه عاطفيه، ولكن عندي بزاف ديال الحب، حيت انا خالقه الحب في حياتي.